هذه النفس التي اجتمعنا من أجلها، نفس عبدك المتنيح مثلث الرحمات الأنبا بسنتي، يا رب نيحها في ملكوت السماوات. افتح لها يا رب أبواب السماء واقبلها إليك كعظيم رحمتك. افتح لها يا رب باب البر لكي تدخل وتتنعم هناك. افتح لها يا رب باب الفردوس كما فتحته للأبرار والصديقين. افتح لها رب باب الملكوت لتشارك جميع القديسين. افتح لها رب أبواب الراحة لترتل مع كافة الملائكة، ولتستحق أن تنظر النعيم، ولتدخلها ملائكة النور إلى الحياة، ولتتكئ في حضن آبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اغفر لها خطاياها التي سبقت فصنعتها بمعرفة وبغير معرفة معا، لأنك أنت يا رب تعرف ضعف البشرية ونقصها. برحمتك يا رب عزي كل الذين خلفتهم وأهل بيتها، ألهمهم صبرا، عوضهم أجرا صالحا سمائيا. بشفاعة سيدتنا القديسة العذراء مريم وجميع صفوف السمائيين، فلتكن رحمتك ومعونتك مع شعبك، واعطهم تعزية وثبتنا في إيمانك الأرثوذكسي. كن ناصرا لنا نحن المؤمنين، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. الحقيقة عرفته حينما كنا رهبان في الدير. إنسان هادي جدا جدا، إنسان دايما كلامه إيجابي، نادرا لما يتكلم حاجة سلبية، محبوب من الكل. يكفي ان احنا نقول ان كل الواحد اللي قابله يحبه بصراحة، بغض النظر عن دينه او فكره او علمه او ثقافته. هو انسان لطيف جدا. لما كان في الدير نجح، راح دير تاني نجح، اترسب كاهن واترسب قمص، وبقى سكرتير قداسة البابا لما بقى اسقف برضه. وكان في كل خطوات اللي بيعملها كان رجلا ناجحا الحقيقة، محبوب أوي أوي أوي. ولما اترسب هنا في هذه الإبرشية، النشاط اللي أنا شايفه الحقيقة هائل جدا، مع إنسان طيب وهادي ولا يلتجئ لأحد إلا ربنا بيبعته له بيشتغل بيه. ولذلك الشغل اللي موجود ده كله عمل ربنا معاه، لأن ربنا بيحبه، هو بيحب ربنا كويس أوي أوي. في الصلاة محبوب، في قداساته محبوب، في جلساته محبوب، في لقاءاته مع الكل محبوب. الحقيقة هو إنسان ربنا اختاره المكان ده، وبصراحة في كل مرة كنت بقابله يزداد حبي ليه. في محاضرات قداسة البابا شنود الله يرحمه نفسه كنا دايما جنب بعض دايما، ونحكي لحد ما البابا يجي، وبعد ما البابا يجي ناخد بعضينا وننزل سوا مع بعضينا. وكنت بدعي في محاضرات عندنا في الأبرشية. زي بقول الحقيقة الأبرشية ربحته، هو قضى خدمة حلوة ناجحة، محبوب، نجح في كل ما تمتد إليه يدي. الحقيقة ما فيش بني آدم قبله إلا محبه، زي ما قلت من شوية ربنا اختاره، وربنا اختار التوقيت ده الحقيقة. نادرا لما أسقف ينتقل في أوقات اجتماع المجمع المقدس، يعني اللي حضر الخارجة النهاردة أشك أن يحضر هذا العدد وهذه النوعية في انتقال أي حد أيا كان. ربنا يخلي الجميع ويحافظ عليهم. وأنا بشكر الحقيقة قداسة البابا بصراحة كان بيهتم جدا، وكنت دايما أوليه بالأخبار أول بأول، وكان دايما يعني ياخد باله إيه اللي محتاجه. حاجات كتير يعني مش عايز أوصف تفاصيلها، لكن اهتم جدا، بدليل أن بعتنا هنا عشان ناخد بالنا، وبعتنا عشان دايما نزوره في المستشفى ونطمن البابا الامور ماشيه ازاي. ربنا يعني ينيح نفسه. واحنا بنقول ولما اكمل ايام خدمته عاد الى بيته. هو دلوقتي مستريح ومبسوط، لان خلاص خد الاجره بتاعته، اجره الوكيل الامين الحكيم الذي يقيمه الله على جميع امواله. هو دلوقتي مبسوط، واحنا نرجوك يا سيدنا ما تنسناش كلنا وكل مصر. ما انت دلوقتي قريب قوي عن اي واحد تاني،
خلي بالك من هنا، خلي بالك من مصر، خلي بالك من الغلاء، خلي بالك من الدنيا بحالها، خلي بالك من الأحداث اللي بتحصل في غزة وفي السودان والحتت دي. أنت قريب تقدر توصي كثيرين وتقدر تكلم ربنا أسهل مننا أكتر مننا، ربنا ينح نفسه ويعزينا كلنا. الحقيقة أنا يعني أول ما سمعت الخبر يعني أثرت، لكن معلش زي ما ربنا أعانه في خدمته يعيننا جميعا ونقضي أيام غربتنا على خير وينيح نفسه ربنا ويذكرنا دايما قدام ربنا في صلواته. هو الحقيقة من ساعة لما صفته كان هادئا جدا، آسف ما سمعتش منه كلام خالص لأن كان صوته مش موجود، لكن أحيانا شفايفه تحرك كده فأسأل ممرض، لأن ممرض قاعد معه على طول، أقوله بيقول إيه؟ بيقول لي كذا، بيقول متشكر كذا. لما جينا نناوله الحقيقة أنا اتبسطت إن ناولته، لأن بنصلي هنا وناولته والناس كلها كانت بتحبه ولا زال الناس متعلقة بيه، رغم إن هو تراكم بالجسد لكن روحه ونفسيته وكلامه وحبه الناس متعلقة بيه. إيه رأيكم لو سألنا سيدنا مبسنتي النهاردة تحب ترجع 100%؟ يقول لا، أنا دلوقتي استريحت من خدمتي، قضيت أيامي على خير، عملت كل أمانة في حياتي كلها قبل الخدمة وأثناء الخدمة حتى آخر لحظة في حياتي، عملت ما هو أكثر من المطلوب مني لأن بذل أمور كثيرة، وحتى هو تعبان كان باستمرار بيحاول يواكب أمور الخدمة والكنيسة. ربنا يعزي الشعب كله ويبعت لهم إنسان يكمل مسيرة الأنبا بسنتي في كل الأعمال اللي كان بيعملها والأنشطة اللي كان بيعملها. ربنا ينيح نفسه وينفعنا بصلوات. الأنبا بسنتي أنا أعرفه من وأنا صغير طفل في كنيسة الأنبا أنطونيوس في شبرا، كان الأستاذ فؤاد عوض هو مهندس زراعي وكان أستاذي في مدارس الأحد، وصراحة أنا كنت شقي شويتين وهو تعب معايا جدا، وخدمته استمرت لحد ما اشتاق يروح الدير، وجي قعد في بيت جدتي حوالي 15 يوم، كانت أرملة لوحدها في بيتها يعني زي ما تقول توحد كده 15 يوم، وبعدين طلع على دير القديس أبو مقار وترهبن هناك وبقى أبونا بسنتي المهري، وبعدين لأسباب بقى يعلمها الله جه في دير الأنبا بشوي، وبعدين فضل في دير الأنبا بشوي، وبعدين بقى سكرتير البابا شنودة، واتحجز مع البابا شنودة في وقت اضطهاد البابا شنودة ونفيه في دير الأنبا بشوي، وقعد معاه المدة كلها وطلع وكان مع سيدنا على طول للبابا شنودة في المقر البابوي لحد ما اختاروا سيدنا لمطرانية حلوان والمعصرة ودير الأنبا برسوم العريان. بس أنا عاوز أقول حاجة كانت فيه، ان هو منسيش ولاده وحبايبه واخواته في كنيسة أنبا أنطونيوس او في منطقة شبرا، يعني شوكلاني في شبرا، كان دايما في مناسبتنا وبالذات احزاننا تلاقي الأنبا بسنتي اول واحد جاي للعزة واول واحد جاي يعمل قداس الأربعين ومجامل لأقصى درجة، وكان حافظ أسامينا. الأنبا بسنتي كان بيخدم في كل المجالات، المجالات الرعوية، كان بيهتم جدا بإخوة الرب، يعني احنا كنا في وقت من الأوقات كنا بنبني كنيسة في منطقة الدواجن، وقلت له يا سيدنا الكنيسة إمكانياتها قليلة وفي أسرة محتاجة احتياج كبير جدا، فقال لي يا ابونا معلش المباني تستنى بس احتياجات إخوة الرب هي اللي تتقضى في الأول. فهو علمنا الدرس ده فعلا، إن إخوة الرب قبل أي كل حاجة. سيدنا الأنبا بسنتي علمنا إن إحنا ما ننصرش حقنا، يعني لما يكون واحد له حق ويقدر ياخده يقول له لا ما تدافعش عن نفسك، زي ما ربنا يسوع المسيح علمنا إن إحنا نسيب لربنا هو اللي يتكلم في الأول وفي الآخر. وده جانب كان موجود في حياة الأنبا بسنتي. الأنبا بسنتي كان حكيم جدا، يعني
كان في سؤال بيتسأل كده بيقول انتوا بتصلوا في أوشية الراقدين الأرثوذكسيين الذين رقدوا، فقال لنا التفسير بتاعها الأرثوذكسيين معنى الأرثوذكسية هي الاستقامة، فكل من هو آمن إيمان مستقيم إحنا بنصلي من أجله، مش بنصلي من أجل طائفة معينة. الأنبا بسنتي كان حكيم جدا، هادئ جدا، احتمل جدا، صامت جدا، خد إكليل المرض، خد إكليل الصمت، خدم بأمانة وبر. أؤمن إنه بيسمع نعيما أيها العبد الصالح، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. كنت أحد الشمامسة اللي موجودين مع أنبا بسنتي منذ بداية خدمته، كان ليا الشرف العظيم طبعا إن أنا أكون معاه، يعني أنا ترشمت على إيد الأنبا بولس الأسقف المطران بتاع حلوان، وبعد كده بدأنا الخدمة وإحنا شباب مع نيافة الحبر الجليل الأنبا بسنتي، وكنا معاه في كل المواقف، يعني مواقف كتير جدا تثبت المجال الروحي والمجال الإداري اللي هو كان بيتمتع بيه من أيام ما كان سكرتير سيدنا البابا شنودة وكنا بنخدم معاه، وبعد كده خدمته في حلوان المثمرة جدا في كل الكنائس. يمكن أنا خدمت في كنيسة العذراء حلوان وهي يعتبر المقر الرئيسي للمطرانية، وكان بناء السور العظيم اللي هو اتبنى للكنيسة ده كان يعني يعتبر عمل من ضمن الأعمال الإدارية الكبيرة جدا والعظيمة اللي عملها بحكمته. يمكن أبونا اتكلم عن موضوع المشاركة الوطنية، أنا من ضمن الناس اللي بدأت موضوع المشاركة الوطنية مع سيدنا، وعملنا موضوع حتة البطاقة الانتخابية إنها على أسيمة الزواج، وكان ده عمل كبير جدا لدور وطني كبير جدا لمشاركة الشباب القبطي في الحياة الاجتماعية والحياة السياسية. عمل خدمات كتير جدا في مجال رعاية الأسرة، رعاية القرى الفقيرة، عمل خدمة كبيرة جدا في كل الكنائس لا تحصى ولا تعد. حتى في فترة مرضه كان بيتابعنا، يعني أنا كنت معظم وقتي بالخارج، كنت أول ما بحضر مصر بلتقي بيه ونتقابل معاه ونشوف بعض الأمور اللي ممكن نساعد بيها، فكان مثال للمحبة ومثال للتواضع، وكان دايما معانا خطوة بخطوة، وإحنا بنطلب منه أنه هو يصلي لنا أمام عرش النعمة ويذكرنا في صلواته، وربنا يبارك الخدمة ويبارك سيدنا البابا تودروس في اختياره للأسقف فعلا المطرانية، مطرانية حلوان والمعصرة محتاجة فعلا خدمة كبيرة وخدمات كبيرة. بشكركم كتير خالص، ربنا يعزينا كلنا. أنبا بسنتي يعني أولا يتسم بأبوة عجيبة جدا، واحتماله للمرض كان بشكر وشكر واضح، يعني ادانا أكبر درس إزاي نقدر نحتمل تجربة، إزاي في عز التجربة مسكين في ربنا، إزاي في عز التجربة الابتسامة يعني ما تفرقش وشنا. عايز أقولك بس إذا كنا خسرنا الأنبا بسنتي على الأرض لكن كسبناه شفيع علينا في السماء، نموذج يعني بصراحة مش هتكرر تاني. يعني الأنبا بسنتي يعني قدوة كبيرة جدا في كل حاجة، أبوة عجيبة، حنية رهيبة، خدمة جبارة، خدمة متفانية، مهما تكلمنا من كلام مش انه في حقه بصراحة، بس هو يعني في السماء شفيع علينا، كسبنا ما خسرناهش. كنت باجي باخد بركته، يا رجل قديس ورجل حنون وطيب، وتحس ان هو انسان يعني بركة كبيرة، وطبعا الناس كلها تأثرت بيه، ويعني كل القلوب مجروحة، بس احنا عايزين ان هو مع المسيح طبعا لان ده رجل قديس، واحنا مبسوطين ان هو ارتاح من التعب اللي هو كان فيه وهو عند ربنا يسوع المسيح، واحنا برضو يا ريت نحصل ان احنا نكون مع قديس الله. يعز علينا جدا نياحة سيدنا الأنبا بسنتي وانضمامه لصوف القديسين. نتذكر الآية الجميلة في الكتاب المقدس اللي تقول طوبى لمن عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. سيدنا جاهد جهاد كبير جدا، وأنا كنت بحضر له وأنا طفل صغير هنا في الكاتدرائية، كان بيواظب على قداس كل أسبوع في كنيسة العذراء والأنبا بشوي تحت، وكان يرسم شمامسة ويفرح بالأطفال، وكان إنسان بسيط
ولما كبرت وبقيت كاهن كان يعزمني عنده في حلوان في النهضة بتاع الأنبا برسوم، وبعد ما نخلص النهضة نقعد معاه في المكتب بتاعه وناكل معاه بمنتهى البساطة، ويقدم لنا هدية وروحه الطيبة ويستقبل كل الناس. يعني كان مكتبه أي حد يفتح الأكرة كده ويدخل، يعني كنت أشفق عليه، ويعني كنت في الأيام الأخيرة يبقى تعبان ولكن يفضل محمل على نفسه يمكن لبعد 12 بالليل، يفضل يستقبل ناس ويفضل يسمع مشاكل ويفضل يتقابل مع ناس كتيرة. ثقة قداسة البابا شنودة فيه، أو أنه واخد من روحه أو متلمز عليه، وأنه كان جنب البابا شنودة سكرتير خاص بيه ويعرف حاجات كتيرة ويعرف روح البابا شنودة في معالجة الأمور دي، برضو خلت نيافة الأنبا بسنتي حد يعني غالي جدا على الكنيسة، وقدر أنه يعلم ويخدم في وقت صعب جدا في إبرشية، يعني كانت مترامية الأطراف. لما كنا بنروح حلوان زمان ما كانش فيه ليها أي طريق إلا بالقطر، لكن سيدنا بدأ فيها من زمن بعيد وعمر دير أنبا برسوم وعمر كنائس كتيرة، وكنيسة العذراء في حلوان هناك حاجة جميلة جدا. أنا مش هقدر أعدد ولا يعني أزايد على خدمة سيدنا، خدم بأمانة في وقت صعب وشال أشواك كتيرة، وإن كان في يعني بعض الحاجات اللي يعني بعض شعر بفترة فراغ بسبب المرض بتاعه، وده شيء طبيعي طبعا لأن ما حدش يقدر يسد مكان حد مليان من الروح القدس زي سيدنا الأنبا بسنتي. بنقول له مبروك عليك السما يا سيدنا، إن كانت في عينينا الدموع لكن ما فيش كلمة أجمل من إننا نقول لك مبروك عليك السما، مبروك عليك المجد يا سيدنا. أنت استرحت مع القديسين، أنت وصلت إلى المكان مكان الغلبة ومكان الانتصار، أكيد شايف كل تعبك وكل جهادك وكل السنين دلوقتي، وشفت كل أولادك اللي خدموا معاك والأباء الكهنة اللي ودعتهم، أكيد في استقبال حار دلوقتي في السماء. يمكن إحنا في الأرض بيشغلنا الوداع، ولكن في السماء في مجد عظيم وفي استقبال روحي، وفي الفترة اللي هو ترك العالم كله من أجل المسيح، المسيح بيعطيله بقى يعني أكتر بكتير جدا من كل حاجة تركها علشان يحصل على أمجاد. من ترك بيتا أو أخا أو أخوة أو أخوات من أجلي ومن أجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف في هذا الزمان بيوت وإخوة أخوات وأمهات وفي الظهر الحياتي الحياة الأبدية. عايز أقول علاقتي بالمرحوم الأنبا بسنتي منذ أكثر من 28 سنة، وهذا الرجل في الحقيقة كان مثال للقلب الجميل اللي جمع كل الناس على حب هذا الوطن، وكان دائما الملاذ بتاع أي حد يكون واقع في أي مشكلة أو في أي موضوع، وكان دائما يقف مع الغلبان ومع الضعيف، وكانت روحه الجميلة وكلماته اللي بتتسم ب صفاء روح غير عادي. يعني أنا كان أي وقت بقضي معاه بصراحة بحس براحة نفسية وروحية كبيرة جدا، وكان دائما يقول أنت شقيقي وأخويا، حتى لما كان بيروح أمريكا يقول لهم أنا ليا صديق في مصر فلان، شوف الحب وصل لأديه. فهذا الإنسان أنا بقول ده يعني ملاك طاهر، وأكيد يعني الآخرة اللي انتقل إليها هي إن شاء الله يساب كل خير عليها على ما عمله وقدمه للشعب المصري مسلمي ومسيحي، وأنا شاهد عيان على هذا النمط الفريد من التعامل مع الناس، وإحنا فجعتنا فيه كبيرة، ولكن الموت علينا حق جميعا، ونتمنى من الله أن يسيبوا على ما قدمه لأهله ولمصر ولكل من تعامله كل خير. شفت في نيافته الحقيقة كتير جدا من الأمور التعليمية، وهو كان معلم بالقدوة أكتر من التعليم بالكلام.
لأن في فرق كبير بين القدوة اللي هي أعظم مدرس وأعظم درس معاش في الحياة وبين الكلام. الكلام ممكن يكتر، ممكن يقل، ممكن بيبقى سهل لبعض الناس، صعب لبعض الناس، إنما التعليم بالقدوة. لا أنسى أبدا مرة من المرات كنت تعبان في أمر ما وكلمت نيافته، فقال لي شوف يا أبونا ماركوريوس ما تقعدش بينك وبين نفسك تكلم نفسك في الحاجة اللي تعباك علشان ما تزودش تعبك تعب. فلغاية هذه اللحظة أنا لا أنسى هذا الكلام، مع أنه كان كلام بسيط جدا، لكن سيدنا كان دايما كلامه بسيط جدا إنما كان يلمس القلب من جوه. نياحنا راح لنفسه في نور القديسين، وكان دايما عندي في كنيسة العدرا كان بيستقبل كل الناس يوم الجمعة في الاجتماع العام اللي كان نيافته بيعمله، ويمشي آخر واحد من الكنيسة. فهو كان قدوة حقيقية، وكان درس هيطول معانا كل السنين اللي جاية. أمام عرش النعمة بطلب إنه يصلي لأجلنا، وإنه لا ينسانا أبدا زي ما كان مش ناسي كل أولاده الأباء الكهنة وكل الأسر بتاعتهم وكل الشعب واحد واحد، وحافظ كل الأسماء. يعني كان شخصية معلمة. ومرة من المرات قلت له سيدنا أنت نيافتك خدمت برا مصر وجوه مصر، فأنت أسقف مسكوني. فقال لي أبونا ماركوريوس كده يبقى هقول مسكوني. فهو كان شخصية صاحب ذهن حاضر، شخص روحاني جدا، مسبح، متمسك جدا باستقامة كنيستنا الأرثوذكسية وقوانينها. نياحن ورحل نفسه في نور القديسين، ويذكرنا أمام عرش النعم. احنا بجد فعلا هنفتقد أب غالي جدا، حسنا ببوته من أول يوم دخل في البروشية. كان عارفنا بالشكل وبالاسم، يعني مواقف كتير أو شوفنا فيها سيدنا. أنا كنت واقفة وكنت منتظمة جدا على الاجتماع بتاعه بتاع يوم الخميس، وشفت حد من الأخوة المسلمين جي طلب مبلغ مش قليل، وسيدنا حالا طلعه على طول من السكرتارية ودهونه. قيس على كده اللي كان متابعني في المذاكرة. أنا كنت بنت وكنت بخدم معاه هنا. فعلا أنا هفتقده كتير كتير. كنت بفرح قوي قوي بشكله، بلهفته علينا لما يشوفنا بيسأل عليه على يعني أدق التفاصيل، مذاكرة، صحة. فعلا افتقدنا أب غير يعني. سيدنا يعني إنجيل معاش إحنا عشرناه. إحنا طبعا رسالة من سيدنا الأنبا بسنتي ربنا يحيي نفسه في فردوس النعيم. سيدنا كان حد محب خالص، ما يمتاز بيه كمان الهدوء والوداعة. إنسان محب للجميع، بيزرع فينا السلام حتى إحنا ككهنة بيننا ومن بعضينا، كمان حوالين المجتمع اللي حوالينا، عامل زارع يعني حب معنا ومع أخواتنا المسلمين في كل مكان. كان بيحب المشاركة الوطنية جدا جدا جدا. تملي كان يقول لنا خلي بالكم من الشعب، خليكم حنينين على الشعب، افتقدوا باستمرار، ابدأوا باستمرار، راعوا ظروف الناس اللي حواليكم من كل جميع الجوانب، الروحية والجسدية، من جميع الجوانب. سيدنا مش عايزين احنا خسرناه، على قد ما احنا واثقين هو في السماء وفي مكان أفضل. سيدنا مر بظروف صعبة في الفترة الأخيرة نتيجة مرضه طبعا وسنه، لكن احنا واثقين ان احنا لنا شفيع في السماء. فرحانين طبعا ان هو دلوقتي مع ال 24 قسيسا، لكن احنا محتاجين تعزية سمائية فعلا. وربنا يعزي قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، ويعزينا كلنا ويعزي شعب الكنيسة. وسيدنا من محبته الكبيرة كان تملي يحل كل المشاكل بهدوء وبسلام. فسيدنا احنا محتاجين صلواته الايام دي اكتر من اللي فاتت كمان. الراجل ده كان قديس من السماء. طبعا انا مستحقش ان انا اقول الكلام ده عليه، لانه هو اعظم من كده بكتير. انا كنت ليل ونهار حكما لشغلي بيت معانا وهو في الدير. كان يجي الساعة 2 3 بالليل 4 الفجر ويقعد يتمشى في الدير، يشوف يفتقد الدير، يشوف حاجة، يشوف بتاع. فيعني
سيدنا مش عارف اقولها ليه. انا كان معايا طفل وراح السماء، عاوز اقول لكم كان مسافر، اول ما جه من السفر على طول جانا على البيت. يعني شفت معاه احلى ايام عمري، ويا خساره يا خساره ان هو سابنا ومشي. يعني الواحد مش عارف يتكلم يقول ايه على الراجل دوت. يعني كان قديس فعلا، ما عيش معانا على الارض. كل سنه كنت بعمل حفله فطار، كان بيجيني لغايه البيت هو والجماعه بتوع الدير. وانا كنت بحب لما سنت 30 سنه شغال معاه، ولما جيت حتى اشتغل تاني قال لهم لا رمضان اللي اشتغل. وما كانش بيفرق بين مسلم ومسيح، كان اي موضوع بيخش فيه في القاعه بيجيبوا مسلم بيجيبوا مسيح كان بيحله. وده من احسن الناس، ومش هنلاقي بديل زي انبا سنتي. اقول له الله ينيح نفسه، وكان محبوب للناس كلها ومحبوب للشعب كله. سيدنا الانبا بسنتي الكلام يعجز عن وصف ابوته الحانية، فانا مش حاضر في ذهني غير كلمات قداسة البابا في وصفه للمتنيح الارشزياك حبيب جرجس لما بيقول واب انت ونحن يا ابي عشنا بالحب على صدرك يا نحبه. سيدنا اتجلس على الأبروشية وقت ما انا اتولدت، اتربيت على ايديه لقرب سكني من مكان اقامة سيدنا دير الانبا برسوم، ونلت بركة الكهنوت على ايديه من 5 سنين. ما افتكرش في مرة ان شفت سيدنا غضبان او محتد، لكن كل الامور كان بيعالجها بأبوة حانية. وحتى كان ليه كلمة مميزة جدا، كل حاجة يقول على الهادي بطولة البال، وكان دايما كل اموره تتحل بالصلاة، كل أموره تتحل بالمسبح وبالصلاة. افتقدنا أب غالي، صعب إن الزمن يجود بشخص زي الأنبا بسنتي. كان أب فاضل، وكان أب كويس، وبيحب الناس. أفتكر إن هو يعني رشمني، وكانت أيام حلوة، وكنا بنتمنى إنه ينزل معنا القداس طبعاً. متربى على حسه يعني هنا، وناس كتيرة بتحبه، وفي ناس كتيرة زعلت عليه، بس هو أكيد يعني في مكان أحسن. إحنا عاصرنا المحبة والأبوة عن طريق سيدنا الأنبا بسنتي. إحنا سيدنا معانا أكتر من 38 سنة أسقف للأبرشية، اتعلمنا منه كل حاجة. سيدنا رمز الأبوة، رمز المحبة، كلنا تربينا على إيده، ولمسنا في الأبوة والحنان. كان معانا في كل أوقات حياتنا، كان معانا في أفراحنا وأحزاننا، كان بيشاركنا كل حاجة. أنا من ولاده هنا من الدير، ومتربي على إيده. سيدنا كان بالنسبة لي أب وراعي وسند وكل حاجة. ربنا يعزينا وربنا يعني يسندنا ويختار لنا إن شاء الله راعي صالح، ويكمل المسيرة بصلوات قداسة البابا وطبعا بركة العذراء والأنبا برسوم هريان. أحب أقول ربنا ينيح نفسه، وكان طبعا بركة كبيرة. وأنا كنت جاية من الصعيد جديد، كان معي 4 بنات، وظرفنا تعبان وجزعناه وجعينه، ووقف معايا ما سابنيش، وسترني وستر بنات وجهزهم، والحمد لله نشكر ربنا. وهو طبعا راح للبكان الأحسن. سيدنا أب لينا ورعينا من أول ما اتولدنا. وطبعا احنا خسرنا خسارة كبيرة سيدنا، يعني احنا عارفين الكنيسة ولادة طبعا. طب بس بيصعب علينا سيدنا اللي هو يعني من ديوان، هو اللي مربينا وهو اللي محتضننا جوه الكنيسة، وهو عايشين كنا بصلواته وإرشاداته وتعليماته. فتوحشنا كتير يا سيدنا، توحشنا كتير بجد. يعني احنا طالعين من صغرنا على وجود الأنبا بسنتي في البرشية هنا، من صغرنا على كده. وكان سيدنا يمكن من زمان للقاء أسبوعي معانا، ولقاء شهري على مستوى الخدمة كلها في الأبرشية كلها. كان سيدنا من بداية الخدمة على طول في افتقاد، في زيارات للكنائس، في اهتمام، في متابعة. وكان يحب على طول يسأل علينا لما كنا خدام ونخدم، يقابلنا يقول انت هدولك مدة ليه ما بتجيش، انت فين. فكان سيدنا يعني طلعنا حابين يعني خدمة، ويعني نبقى تحت يعني ايد سيدنا لما بسنتي. كان ليا الشرف طبعا والنعمة والبركة ان انا نركب بغاز في الدير هنا. قعدنا اكتر من 3-4 شهور متواجدين باستمرار في الدير. قربنا من الأنبا بسنتي جدا في الفترة ديت. كمية الحنية والعطف والبساطة في الأنبا بسنتي غير طبيعية. مستمع جيد لأي حد مهما كان، كنت صغير كنت كبير أيا كان، صدقني كان بيسمعك ويطبطب عليك. وانا لا يمكن انسى حنيه الأنبا بسنتي معايا انا شخصيا في كذا موقف، وطبطبتوا عليا وفعلا عضضنا في حاجات كتير جدا.
ربنا يريح نفسه ويعزي الكنيسه كلها في الانبا بسنتي، والانبا بسنتي بركه كبيره من الاساقفه اللي تعز علينا جدا والكنيسه افتقدتها جدا. الانبا بسنتي كان اب لكل الناس، كان طيب القلب ويحب كل الناس، كان قلب طفل. الانبا بسنتي ده لا يعوض. كلنا مش عارفين نعمل ايه في الفراق بتاع الانبا بسنتي، كل الابرشيه وكل الكنيسه. كان انسان بمعنى الكلمه محب لكل الناس، ما كانش يفرق بين اي حد لا صغير ولا كبير، وكان بيحتضن الشعب كله وكان بيرعى شعبه بكل امانه وكل صدق. بس وكان في موقف بالنسبه لي انا كان في خلاف مع ناس وتدخلت بعض الاسس، فهو تدخل بقى شخصيا وقال القسيس الموضوع ده يتحل النهارده، وتحل الموضوع بكل امانه تحت رعايه نيافه الانبا بسنتي. الله ينايح روحه وينفعنا بصلواته ويكون شفيع لينا في السماء باذن الله. الان بسنتي ده كان راجل بركه وراجل طيب وراجل كويس، كان 100% راجل والله ينيح نفسه، وما شفتش منه اي حاجه الا كل الخير معانا. علاقتنا بسيدنا كاب لينا يحتضننا في مشاكلنا، في اي ظروف نمر بها نلاقي الصدر الواسع والكلمه الطيبه ويدمد جروحنا ويطبطب علينا، ونلاقي الصدر الواسع مفتوح والايدين محوطانا فعلا، يعني دي حقيقه مش كلام. وانا اصطته في مشكله، كانت عندي مشكله كبيره واحتضنني فيها ووقف جنبي لحد ما ربنا مد ايده وخلصني منها. هو كان اب فاضل بيحب شعبه بخير، يعني اي مساعدات اي حد يلجا له كان يعني مراعي صالح امين. الرب بيحبه وهو بيحب شعبه. كان رجل مطيع وكان انسان جدا جدا بيخدم الفقير والغني، ومعلش مع حضراتكم ليكم مثل ومسيحي وكله، ما كانش عمل فرقه بين ده وبين ده بنفس النظام ده. الانبا بسنتي كان اسقف واب وراعي وكان راهب بالحق، واحنا بنفتخر ان احنا من ولاده، وشفنا في حياته وفي وقت حبريته حاجات كتير عظيمه. هو اللي عملنا وهو اللي خلانا شمامسة، ومن واحنا أطفال عندنا واحنا في الأبروشية افتقدنا، حصل فراغ كبير على الرغم ان سيدنا بقاله سنوات يمكن تعبان، لكن النهاردة بالذات احنا فعلا حسينا باليوتن. لكن تعزيتنا ان سيدنا ارتاح من كل التعب اللي هو شافه، لكن قد ايه شفنا منه محبة، قد ايه كان اخواتنا المسلمين لما كانوا يشوفونا في الشارع مجرد يعرفوا ان احنا من ولاد سيدنا، يعني توصيات شديده ان احنا نسلم عليه، وبيحبوه جدا جدا وعامل محبه غير عاديه غير عاديه، وليه فضائل كتير جدا يعني مش هقدر احصر منها كتير. يعني طبعا احنا النهارده بنودع سيدنا وهو في قلوبنا، وبنقول له سيدنا احنا صلينا وادعينا، واحلى حاجه احنا اخذناها منه الكلمه الحلوه والتواضع والمحبه، وطبعا هو في قلوبنا كتير، ومش عارف نقول لسيدنا وداع يعني سيدنا.